يا عفوة. شو هي فطيسة؟ إيه والله لو فطيسة مو هيك. ما تاكل أخي. نبيها هلا أنت متأكدة من هالحكي ها؟ الداية خالدية ما بتكذب. شو أخي؟ ما فطرت تشرب لك كاسة شاي؟ مالي نفس أختي مالي نفس. خاطري. الله معك تقبرني. ولي على قلبي عليك يا خطاب على الحمل اللي حامله. لي على قلبي. يا مروان يا كريم تماريكا تعدو التماري من عند عمك ابو واصل وصلي على الحبيب يا مروان يا كريم تماريكا يا مروان يا جبار هشام انا مشان المطحنه شو ناوي تعملوا بضل مسكر ولا بدكم تفتحوها والله ما بعرف شو بده يساوي فيها اخي خطاب يعني انا عم اقول انه هي بتضل باب رزق حرام تضل مسكره انا ما بدي له شيء اخي ما بدي اتدخل ولا يمك ولا يمك انا بقول لا لا عمي لا لا تقول له ولا بقول لك علي داخل بين البصله وقشرتها ما بنوبك الا ريحتها خليك بشغلك رشيد ولا تدخل بيناتنا ايه شام خلصنا انا بلو بس انت لا تزعل حالك بنو نبيها هلا انت متأكدة من الحكي ها الداية خالدية ما بتكذب إن شاء الله الله بيجعله نعيما شيخنا الله ينعم عليك يا خطاب بعد أمرك يعني بس تخلص حلاقه إذا بتشرفني هالبيت خير يا خطاب خير يصيبك في موضوع هيك حابب افتحه معك طيب بس لخلص حلاقه بمر لعندك عالبيت بانتظارك شيخنا بس تجي لحالك ألا تجيب حدا معك لما راح ابن بيها أنتي كنتي نعيمة يا عمي ايه يا بدها تروح نبيها شو اللي بدي أقعدها هون قدرة وقيمتها أكبر بكتير يا عمو أكبر بكتير قولي الحمد لله يا عمو قولي الحمد لله يعني بكفي أنه قاعدين ومستورين ببيت إيه مستورين يا عمو الحمد لله يا ربي لك عيشة الشحادين أحسن من عيشتنا بالبيت معك حق يا عمو وأنا كمان مالي مرتاحة واخوك هشام هشام اذن من طين واذن من عجين وفرقانه معه باللي صاير مع امه الدبور الدبور قاعد عم يسرح ويمرح ببيتي الكبير وانا ملحوشه هون لحشه الذل ولحشه الكلاب بصير هيك يا ربي يا عمو والله اللي بيرضى بيعيش قولي الحمد لله ايه ايه يا عمو ايه الحمد لله على السلامة سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفتوا شيخي شفتوا شفتوا كيف فاطمة سلم علي شفتوا ما بيصير ما يسلم عليك لأنه السلام لله يا أبو عدنان ها لحتى تكون شاهد شاهد علي شو شاهد سيدي هذا دبور ايه شو الله أعلم متوعد لي بشي شغله متوعد لك
على شو متوعد لك؟ يعني يمكن بده. شو بده يا ابو عدنان؟ ما بعرف شو بده، بس مبين بده يأذيني بشي شغلة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. كمل حلايا يا ابو عدنان كمل. عمرك شيخنا، عمرك.